All Access by ألين مع ألين المر. مثل كل أسبوع اليوم رح نتعرف على الممثلة رنين مطر، نتعرف على شخصيتها وعلى أعمالها بهالفقرة. رنين مطر ممثلة لبنانية قدرت تترك لها بصمة بكل مسلسل شاركت فيه، شخصية قوية وهادي بنفس الوقت. هي ضيفتنا اليوم بأول أكسس. من صبية الجرح خليها تلامس الممنوع، ولما رجعت حاولت تعيش الحياة بطبيعية. رنين اهلا وسهلا فيكي معنا اليوم بأول أكسس. ميرسي. قبل ما نحكي هيك عنك بالتفصيل، انت اخترتي انه نصور هون اليوم. ليه؟ نحن وين عم نصور وليه قررت نصور هون؟ حبيت المحل كثير. اوكي، انا هيدا المحل كثير بحبه، من 3 سنين بجي لهون. بحب العالم يلي موجوده فيه، بحسهم هيك عالم عيونهم مليانة طيبة، شفافين، كتير قريبين للقلب، كتير طبيعية وكتير حقيقيين. بحب كون موجودة هون. هلا رح نتعرف عليهم، رح نتعرف عليهم، رح نتعرف على كل حدا وكل شخصية، ورح تشوفي قديش رح تتسلي وتنبسطي معهم. أكيد. رنين، أنت ممثلة لبنانية موهوبة، شاركت التمثيل ممثلين كتير كبار، وكانت أدواري تنطبع براس كل مشاهد. بكثير من الاوقات ما كنا بنعرف اذا انت شريره منيحه، اذا بنوقف معك او بنوقف ضدك. انت شو، منيحه او شريره؟ قالين كلنا فينا الخير والشر، هذا الشيء بينطبق حسب قراراتنا وحسب ظروفنا بالحياه، بخلي شيء يتغلب على شيء. هلا انا بعتقد انه منيحه بس كلنا فينا قصص. ايه فينا قصص. هلا واحد هو بيقرر شو بده ينمي عنده اكثر. بس بالنسبه للادوار، هدول ادوار مركبه. مزبوط. يعني ادوار هن شخصيات مركبه، فيهم نقاط قوه ونقاط ضعف، فيهم ابس اند داونز. سو هدول شخصيات موجوده بحياتنا، عندهم مشاكلهم وعندهم ظروفهم وعندهم اسبابهم الخاصه لصاروا كثير ضعاف او لصاروا كثير شريرين. عشان هيك كنت عم اقول لك انه بينقسم الراي حواليك، يعني ما بنعرف انه إذا منشفق عليكي أو لا هي ما تستاهل يلي صاير. عرفتي؟ أنت بتمثلي، التمثيل كان عندك بالفترة أو تعلمتيه؟ لا، أنا درست تيبي فيلم وعملت وركشوبس وطورت هيدي الموهبة يلي عندي إياها. طيب خبريني عن هيك القصص بالبدايات يلي ما ممكن تنسيها، يعني مثل أول دور، أول مسلسل. بتذكر أول دور مثلته كان الحب الحقيقي، كانت اسمها ليزا الشخصية. أول مشهد لإلي بدي أنزل على الدرج ولابسة كعب، فبتذكر نزلت أول درجة، تاني درجة الكعب، يعني كان أول مرة بمثل وأول مشهد، فكان شيء هيك كتير بيضحك ما بنساه. خفتي أو لا عتلتيها؟ لا، توترت إنه شيء جديد. كل شيء جديد، فكل شيء جديد وطق الكعب وهيك. طيب شو كان أول دور تمثيلي لإلك؟ يعني قدام مين كان؟ كان مع باميلا الكيك وجوليان فرحات ونيكولا معوض. قبل ما نحكي عن تمثيل ومشاريعك القديمة والجديدة، مثل ما كنا عم نحكي هلا نحن وين عم نصور، أنت شخص يعني بيعرفك عن قريب بيعرف إنه أنت شخص كتير حساس وبتحبي العمل الاجتماعي وبتحبي تساعدي كتير جمعيات. قد إيه برأيك شخص مثلك معروف بالمجتمع بيقدر يكون انفلونس؟ مين ما كان في يكون انفلونسر او في يكون مؤثر حتى لو ما كان معروف، المهم كيف وبشو. هلا انا بحب شارك على السوشيال ميديا القصص الايجابيه بحياتي، يعني حتى بحب وقت اختار كوتس معينين يكون في من وراهم مسج. بحب احط حياتي يومياتي اللي هي الاكل الصحي، الرياضه، الطبيعه، العيله، بيعني لي انه انا يشوفوا العالم نمط حياتي اللي هو بيشبهني. وبدعي للصبايا انه عن جد يعيشوا نمط حياه بيشبههم لالهم هن يختاروا، لانه هيدا الشيء رح يساعدهم يوصلوا لسعاده وراحه حقيقيه.
بتعرفي انا ليه بدي احكي معك عن هذا الموضوع؟ لانه انت من فتره كنت سبيكر بحمله Girls for Change والمبادره اللي اطلقتها بيروت فيلم سوسايتي بدعم من اليونسكو. خبرينا بالتفصيل عن هذا الشيء. كانت مبادره حلوه وكثير حبيت الانتر اكشن بيني وبين الصبايا يلي كانوا موجودين. حتى الاسئله يلي سالوني اياها كان عندهم هيك كثير اسئله براسهم عن التمثيل، عن الاحلام، عن الطموحات. سو انا من ناحيتي جربت شجعهم وجربت اقول لهم انه كل شيء بيحلموا فيه بيقدروا يوصلوا لهم بقراراتهم. برايك رنين انه التصوير والافلام ممكن يعبروا عن الواقع؟ الواقع كله يلي عم نعيشه ممكن يترجم مثل ما هو بالتلفزيون او بالسينما؟ او على طول بدنا نلطف ونجمل شوي؟ هلا ما ضروري على طول الواقع انه او الافلام والمسلسلات يترجموا الواقع حرفيا، بس لا شك انه في جزء كبير من المسلسلات والافلام يلي عم نتابعها قدرت تجسد الواقع بشكل كبير. بس اليوم بمجتمعنا العربي نحن وقعنا شوي صعب، فبعتقد في جزء كبير من العالم عم بتجرب تختار أعمال معينة بعيدة عن حياتها ومشاكلها ليقدروا يعملوا disconnection عن اللي هن عايشين فيه. مشان هيك بنجرب نبعد عن مشاكلنا. مزبوط. ومثل ما بيقولوا نغض النظر. إيه. نعم، مش بديناي يعني بتختاري يمكن أعمال كوميدي، قصص حب بسيطة، بتحسي هيك كأنك عملت disconnection، تظهر من الروتين تبعي. يعني اسم الله كتير عندك مبادرات ومشاركات بحملات، كمان كنت وجه معروف لحملة العنف ضد المرأة وظهرتي كأنك امرأة معنفة. قدي برأيك هيك حملات مهمة؟ كتير مهمة. وقبل ما أكون يعني أنا كامرأة قبل ما أكون ممثلة برفض العنف بكل أنواعه تجاه أي كائن، إنسان، حيوان. فالعنف شيء كتير بيوجع وكتير بشع، ومن واجبي أن أكون بحملات التوعية ضد العنف، ومن واجب أي شخصية عامة أنه تكون بهيدي الحملات. طب برأيك أنه هيك حملات كافية للتوعية؟ لا، منا كافية. نحن بحاجة لكتير قصص ليكون في توعية تجاه هيدي المشكلة أو هيدي الظاهرة يلي كتير بتوجع. لازم يكون في قوانين أو تطبيق قوانين، لازم يكون في توعية عند الرجال، النساء وحتى الولاد. لازم يكون يتضوى أكتر على هيدول المشاكل يلي نحن منواجهها. رنين، نرجع شوي للتمثيل. أنت وقتها بتكون عم بتمثلي يعني حيالها دور، ما رح أحكي عن دور معين، قديه بيبقى أو قديه بتخلي نسبة صغيرة لرنين فيك؟ يعني أنه بتاخدي شخصية اللي عم بتمثليها تماماً بتتحولي، أو بيبقى شوي من كاركتيرك فيها؟ هلا أنا بس نقي شخصية أو بس بلش حضر بشخصية بقراها وبشوف أنه هي ليش هيك، كيف وصلت لهون، شو ماضيها، كيف بتتصرف، كيف بتحكي. دائما بيكون في نقاط مشتركه بيني وبين الشخصيه، ودائما بيكون في نقاط ابدا ما بتشبهني فيها، سو بحاول اشتغل عليها بطريقه انا بتريحني. بس كون باللوكيشن بالسات بقدر افصل بيني وبين هيدي الشخصيه، مع انه في مشاهد كثير صعب ان اقدر افصل عنها. في مشاهد انا حدا بتاثر فيه، يعني في مشاهد انسانيه انا كثير بتاثر فيني، مثل الموت، مثل المرض، مثل مشاهد المستشفى، مشاهد اذا عم تتصور بمقبره، بضل لفتره عن جد مضايقه مخضوضه. ايه، خاصه اذا كان في كذا ماستر سين بهيدي الحاله الدراميه وكذا مشهد ورا بعض، وانت خلص عم بتعيشي هيدا الشعور، بدي وقت لاطلع منه. بتضايق كتير، بتضايق من هول المشاهد. تنسى انك عم تمثلي. صح. ليكي بتعتبر هذا الشيء قوة؟ انه شخص يفوت هالقد بالدور ويعطيه منه؟ اكيد هيدا الشيء قوة. قوة اصلا انك انت تقدري تتحكمي بمشاعرك، قوة انه انت اليوم هلا عم تعملي مشهد كتير مبسوطة فيه، بعدها بدقيقة عم بتفوتي بمشهد تاني بحالة درامية انت عم تبكي او حاكمك كريزة. سو هيدا قوة. واليوم التمثيل ساهم بتطوير شخصيتي وساهم بانه عطاني قوه بحياتي.
ادوار كثيره بين المظلومه والشريره. هون بالتحديد عم بحكي عن فيفي وميسا، الفتاة الحزينة المظلومة بلا الموت، بينما الفتاة الشريرة والأنانية بقوم بديلها. وين أنت الأقوى؟ ما فيك تقولي لي باثنين. ليك لا مش هي مش وين انا الاقوى، بس بعتقد انه الدورين كانوا ادوار مركبه وادوار صعبه، ادوار كان فيهم كثير طلوع ونزول، كان فيهم كثير حالات دراميه لانه الاثنين منهم مزبوطين، سو ما كان شيء سهل بالنسبه لي. هلا وين انا الاقوى؟ وين حسيتي هيك علمتي اكثر؟ حسيتي العالم بس يشوفوك مثلا بيسالوك، اكيد بيعرفوك، بس انه بركي بيسالوك عن شيء معين، عن مسلسل معين، عن دور معين، انطبع فيهم اكثر. لكن الاثنين بتعرفي ليش قالين؟ لانه اثنيناتهم بلشوا باكستريم، يعني فيفي بلشت باكستريم، هي حدا ضعيفه وحدا حساسه، لوصلت لمحل كثير انوجعت فيه لعملت بالانس بحياتها وقويت. اما ميسم بالعكس بلشت كثير قويه وكثير لئيمه، لوصلت لمحل كمان انوجعت فيه لعملت بالانس بحياتها وراقت. سو هن الشخصيتين كثير قراب من بعض بس عكس بعض، يعني انت عم تلعبيهم بالعكس. سو الاثنين بحبهم. برمضان 2021 كان عندك للموت ام بديله وحين رأت، صح؟ ما بتخافي تاخذي كذا عمل بالوقت نفسه؟ يعني العالم عم بيشوفوك بثلاث مسلسلات، يعني انه ما تاخدي حقك بهالثلاث مسلسلات. بتعرفي شو صار؟ ما صار لي زمان بالدومين، سو في كثير ادوار بحب وعبالي اني العبها، فوقت انعرضوا علي هول النصوص وكل دور ما بيشبه الثاني وكل دور مختلف كليا عن الثاني، ما قدرت اقول لا. ما قدرت اقول لا، صرت افكر انه ماني قادره، استفزوني وحبيت ان العبهم، فكانت تجربة كتير حلوة بس أكيد صعبة وأكيد تعبت، بس بحب شغلي وكرمل هيك ما خفت. طب إذا سألتك هلا أي دور من الأعمال الثلاثة اللي عملتيها أخذ دورك نجاح أكتر، رح تقولي لي كمان ثلاثة تون طب هن الثلاث مسلسلات هول كان عندهم نجاحات هيديك السنة كمسلسلات، فطبيعي إنه الأدوار كانت ناجحة، وهيك بعتقد إنه تركت تأثير بقلوب العالم. وأنا ما في دور لهلا الحمد لله لعبته الا وانا عن جد عناله، فصعب اني جاوبك قالين. عن جد عناله، وانا شخص كثير دبلوماسي إيه إيه، وهيدا بتجاوبيني، هذا ثاني جواب بتجاوبيني عن جد قالين هيك، انه بليز ما تحرجيني، عرفتي؟ طيب رح غض النظر، مع انه انا ما يطلع لي سؤال ثالث بيعرفوني مشاغبه، بس انه خلص رح غض النظر معلش. برايك ممكن دور ثانوي بمسلسل يفوق أهمية عن الدور الأول؟ يعني ممثلة بدور ثانوي تنعرف وتنجم ودورة ينعرف أكتر وينحكى عنه أكتر من البطلة؟ إيه، في كتير أدوار تانية لمعت أكتر من الأدوار من أدوار البطولة صارت، بس بعتقد انه اليوم المشاهد كمان ما كثير بيقعد بيعد عدد المشاهد او هيك، صح؟ يعني هو عم بيلحق ستوري لاين لشخصيه، قديش هالشخصيه اثرت فيه، قديش هالشخصيه قريبه لإله حبه اكثر من وصلت المساج. مزبوط. يعني انت 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 برايك يعني مش مهم واحد يكون عنده دور بطوله، يعني هذا الشيء ما بيعني لك انه لا لازم انا يصير عندي ادوار بطوليه، انت بهمك حجم الدور؟ اكيد بيعني لي، بالعكس هيدا شيء من هيدا شيء بطمح له، هيدا الشيء على بالي اوصل له. بس دائما بقول انه المشوار ببلش بخطوه، وخطوه خطوه مع نجاح وفشل وتعب وطريق عم بمشي فيه ان شاء الله بوصل. رح نشوفك عن قريب شي دور بطوله؟ ان شاء الله. ما بعرف نعرض علينا شيء هلا او
او عم ندرس الامور جواب عم بعطيكي جواب دبلوماسي لا ليك بتعرفي انعرض علي ادوار بطوله بس بيعني لي مع مين عم باخذ الدور مع اي شركه مع اي مخرج شو النص سو انا حدا ما بيعني لي بس اني انا اخذ دور بطوله وخلص لا لازم يعني لي العمل متكامل تكامل العمل صح بنلاحظ انه بتطلي اكثر الاوقات ثلاث ارباع الاوقات اذا 90% من الاوقات برمضان إيه؟ ليه؟ بتحسي هيدا العالم قاعدة ببيوتها وعارفة رح تحضريك؟ لا ثاقبت عندي شانس منيح بعتقد لأنه من وقتها ما بلشت لليوم إيه؟ كل سنة بيكون عندي مسلسل برمضان ويمكن مزبوط العالم أكتر شي بتبقى قاعدة ببيوتها وعم تحضر مسلسلات برمضان يعني اليوم من المسلسلات اللي كتير مهمة بتنعرض برمضان وكل ممثل بحب إنه يكون عنده ويكون بيشارك بمسلسل برمضان وحظي كان حلو بس للأسف إنه هالسنة العمل يلي عم بشتغل فيه منه ضمن السباق الرمضاني بس تعرفي تغيير أكيد تغيير إنه إن شاء الله ينحضروا كل المسلسلات ونتمنى يعني بس إذا بدك هيك شوي تقولي بركة أيام انتخابات العالم ثاقب رمضان بشهر العالم الانتخابات وبدها تتابع سياسي هيك اوكي يعني اكيد هيك. اكيد لخير ايه هيدا لخير خذيها هيك لخير شفتي انت من عائله كبيره نوعا ما انتم ثلاث بنات وصبي كيف علاقتك باخواتك وخيك بتتخانقوا لا نحن اكيد بنتخانق ايه. يعني شيء طبيعي بس عائلتي هن كل شيء بحياتي عن جد هيك الله يحمي لي اياهم نحن عائله كثير قراب من بعض والحمد لله انه ربينا ببيت تعلمنا قديش مهم انه نحن نكون سند لبعض وقديش نكون دائما موجودين حد بعض نحن ثلاث بنات وصبي وبحبهم كثير مثل ما عم تقولي العائله السند مثل ما بيقولوا انه العائله السند هيدا الشيء بينطبق عليك يعني بتحسيهم واجهتي بركي مواقف بشغلك بحياتك كلنا بنواجه ان كنا بنمثل او على صعيد شخصي حسيتيهم انه لا كانوا حدك وعلى الاخر داعمينك بكل شيء حد حتى يعني بالمشاكل بالايام الحلوه اكيد بينتقدوني لانه لازم ينتقدوني انه بحس هيدا شيء طبيعي انه ينتقدوني لانا اصلا اقدر اعرف وين الغلط لانا اقدر طور حالي اكثر بس هن 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 سند كثير مهم بحياتي الله يخلي لك اياهم يا رب هلا بدي اعرف منك شو جديدك عم صور مسلسل اسمه بيروت 303 اخراج اليسا معان وانتاج شركه الصباح يعني اثنين بحبهم الي كثير بحبه وشركه الصباح كمان كثير بحبها دور حلو شخصيه جديده اول مره بلعب هيك شخصيه ومشجعه طيب وحكينا عن التمثيل عامه شو عنا شو جديد عامه ما في شيء يعني حياتي هيك دائما فيها اكشنز ما بحب الروتين بحب السبور اكتيفيتيز ادفنتشرز سفر يوغا شو ما كان بحب هيك دائما يكون في قصص جديده وبعدك داعمه كل الجمعيات اللي بتقدري تدعميها اكيد يعني قبل ما انا اختم معك الحديث هيك معك سلس وقطع بسرعه نحن جينا لهون قلنا بدك تعرفيني على اصدقائي هلا بنتعرف عليهم وبنحكي معهم شوي وبنرجع بنودع المشاهدين اوكي يلا رنين يلا خبريني بدك تعرفيني على اصحابنا باتريسيا فروحه محمد جورج يلا يلا جورج بونجور جورج بغني طبعا شو بدك تغني لنا اعطيك شوي ميكرويتي شو بدك تغني لنا عسكتي ودعتي ضحكيت ولسماتي قلب ماشيلك من قلبي لرجعتي لا بتفي بحبكم نحن بنحبك رنين خبريني قد ايه بتنبسطي بس تجي تقعدي هون كثير بتتسلي معهم كثير باتريسيا بتحب الميك اب بتحب الاكسسوار ليك مال فرجيها حتى حمرا حلوه ما احلاها شفتي فروحه كثير حابه القلب دايركتور ايه حط مثل تعا قريب قريبا رح نعمل فيديو كليب جديد لفنان
ربيع الأصمان شافوها على MTV. أيوة بس على MTV. أنت بتقلد كمان؟ مين بتقلد من الفنانين؟ مالك فوري ومعرفة بلد ربيع الأصمان. بدك تقلد لحدا هلأ شيء؟ لا سياسين لا فنانين. بقى اللي الاسمر يلا لو تعرف عن قلبي بغلاك تعطر حنيني قابلي دقاء وتحت عيني لما تعليت لتقواك لما تخليني اتمم فرحة وانساك لو تنسيني لو تعرف على قلبي غلا تعطل حنيني سي وصول الفيديو كليب ضروري ضروري الفيديو كليب. شو بدك تخبريني اكثر رنين؟ شو بدي خبري فرحه؟ شو بدك تخبري يا لالين؟ شو بدهم تعرفي؟ انت قد ايه لك عم تشتغلي هون؟ انا سنه بشتغل 3 سنين هون. انا معي انجلمان ساندروم، اوفر هايبر، اوفر بوزيتيف، اوفر موتيفيشن، اوفر سنسيتيف، اوفر سمايلين. دايما مبسوطه دائما بحبكم. بتعطي بوزيتيف انرجي اكيد. انا دائما بعطي لكل العالم بوزيتيف ولازم كل العالم تجي تشوف فرح وارونيستا اكيد بقى رح ينبسطوا هون ورح يضحكوا ورح يتسلوا صح. انا بي وباتريسيا الزغطوره شو بدك تقولي لنا؟ شو بدك لسه عم مستحيه استحيتي؟ طب ليك شو مهضومه رنين؟ انا بتعرفي بحب انه نحن وقت هلا جينا لهون وانت اصريت انه نحن نصور هون انك تخبري المشاهدين هون الكافيه شو بتعمل هون الكافيه. بيقدروا يجوا ياخذوا كوفي، يتغدوا، يتروقوا، يتعشوا، فيهم يجيبوا الايبادز، اللابتوبس، وكباب كمان. لا لا وبعدين كمان فيهم يدرسوا وفيهم يكونوا موجودين مع 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 هالناس الحلوه ياخذوا بوزيتيف فايبس. يس وبيقعدوا معهم وبيمزحوا معهم. يي كوت اوف ذا داي جبنا. بتعرفي رنين كمان نحن كنا حبيبي يلا يلا الين يلا بدك تكون اسحب انا يلا بتسحب. يلا اسحبي وحده انت بدي. برافو. avoir la foi c'est monter la première marche même quand on ne voit pas tout l'escalier. حلو هيدول كلهم بوزيتيف كوت صح؟ يس. رنين كمان نحن كنا ناطرينهم لانه كان عندهم ايفنت ببيروت. مظبوط. قد ايه حلو يضلهم هن عم بيعيشوا الحياة الطبيعية، بيروحوا على إيفنتات هيك صح. بينموا هن كمان شخصيتهم مثل ما نحن كمان بننبسط كمان بنحس حالنا كمان إنه productive ونحن كمان موجودين معه. مزبوط. شو كانت الإيفنت اليوم؟ كان عندنا إيفنت بالأيوبية هي لل special needs كيف عم نشتغل وكيف عم نتقدم لبعدين وكيف عم نكون قوية. وانتو هون بتنبسطوا وبتتسلوا غير ما تكونوا قاعدين بالبيت صح؟ مزبوط. يعني انا ما باخد ولا مرة اوف فكل العالم بيقولوا لي ليه ما بتاخدي اوف لانه بحب شغلي بيعطينا كتير موتيفيشن وكتير بيعطيني الطاقة لما بلشت ارونيستا. وانا كمان بلشت بالكافيه ارونيستا كان صار لي 3 سنين وحصلني 4 سنين وبعدني كبير فيهم القديم. انت اقدم شيء؟ لا انا عجلة واحد اقوى واحد يعني اقوى واحد. اوكي سوري اقوى واحد. بدي اطلب منكم بعض الطلب اذا بتحبوا تشجعوا الكافيه ارنست تشجعوا تهني كاحتياجاتي الخاصة وانا بيناتهم انا وصلنا فيكم محل حلقة. وإذا بتحبوا تجوا بكرة على الـ AUB Events من ساعة 9 لساعة 3:30 بنكون كتير مبسوطين بحبكم. وبدي أقول لكم كمان نحن عنا أشياء كتير طيبة درينك ودسال وشجعوا كافيه وشجعوا جورج شي فولو فولو على الانستغرام. I love you all. ما بدك تقولي شي؟ يلا أنت بحبكم أنتي ومسوطة هون أنت نبشت بالزغير أنتي ومسوطة. زقفوا لباتريسيا زقفوا لباتريسيا. باتريسيا إيه تعال بدك الميكرو ما عم جاي عم شيره إلا وبدي أديكم يعني الكوبسات هي الكافيه أقول لست هي كلنا أبطال أكيد كلنا أبطال ومنحبكم نعطيكم إنه
بوزيتيف فايبس. ونحن رنين انا عن جد بدي اشكرك انه اليوم كانت الحلقه هون. اول شيء بدي اتمنى لك كل النجاح، وبدي اشكرك انه نحن جينا لهون. كثير انا انبسطت وكثير تسليت معك ومعهم، ويا ريت بلبنان بيكون في كثير مشاريع وكثير كافيات، لانه هن بحاجه انهم يشتغلوا، ونحن بحاجه انه ناخذ هالبوزيتيف الانرجي اللي عندهم اياها ونتعلم منهم. انا عن جد ثانك يو سو ماتش، كانت حلقه كثير حلوه، وبعد بدي اشكرك مره ثانيه. انا بدي اقول ميرسي كثير على الحلقه الحلوه، وكثير انبسطت اليوم معك، وبدي اقول رمضان كريم، ويا رب هالشهر يكون خير وسلام. هيك كانت حلقتنا مع الممثلة رنين مطر يلي عم تطلع درجة الاحتراف درجة درجة. منتمنى لها التوفيق بكل أعمالها الجديدة، وأنا بشوفكن الأسبوع المقبل.